مساء الخير والهنا والسعادة والبهجة والرزق والرضا على كل حبايبي وحبايبنا وحبايب برنامج ستات معرفوش يكذبوا في كل مكان في مصر وبره مصر. وحشتوني وحشتوني قوي بجد، وحشتيني قوي يا منى. وحشتينا جدا يا ايمان. هو انا الحمد لله على السلامه، مسي بس على جمهورنا طبعا في كل مكان اللي بيشوفوا ستات معرفوش يكذبوا، واهلا بايمان ومكانك موجود وجمهورك بيسال عليك طول الوقت على صفحه ستات معرفوش يكذبوا، نورتي مكانك الحقيقه. انت والله انت وحشتيني طبعا على المستوى الشخصي والانساني. عايزه اقول لكم منى ما سابتنيش يوم ما بتسالش، وما سابتنيش لحظه بتودني وتسال عليا، جميله حقيقي. والناس الجميله بيبان معدنها الاصلي. انت غاليه وقريبه جدا، واشكرك طبعا جدا انك صاحبه اصل واجب، كلنا بنتعلم منك يا منى يا حبيبتي. ما تقوليش اشكرك، الحمد لله على السلامه. ومره تانية لكل جمهوري وجمهور ستات ما عرفوش يكذبوا، وحشتوني قوي قوي. خلينا نبتدي بالجمال، برضو بالجمال في طبع المصريين. في جملة مشهورة قوي بتوصف المصريين، هم ان هم في ظهر بعض طول الوقت، في الفرح في الشدة في الحزن في اي حاجة. زي ما كنت لسه بقول دلوقتي، عمرك ما كنت تشوف موقف يعدي الا وتبص تلاقي المصريين كلهم مع بعض، كتف في كتف، ايد في ايد، قلب على قلب. من هنا كان الهدف الاساسي وراء توجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من 5 سنين، يوم ما أطلق سيادته مبادرة حياة كريمة، كان بيستثمر الطبع الحلو ده في المصريين. المبادرة دي رفعت شعار من إنسان لإنسان، ومن أول لحظة ومن أول يوم لقيت المصريين على طول في ظهر بعض، رجالة. ورجالة دي صفة مش نوع. النهاردة حياة كريمة اللي بقت موجودة في كل مكان في جمهورية مصر العربية وفي كل مجال، بتحتفل بمرور 5 سنين بالتمام والكمال من العمل الدؤوب المستمر من غير أي زهق ولا تعب، بل بالعكس بتشوف إن في كل مجال هي حاضرة وبقوة، بكل الإخلاص، بكل الود، بكل الحب، بكل الوطنية، بكل الإيمان بنفسنا وببلدنا، بقوة المصريين وشبابها اللي هدفهم واحد، وهو تحسين وتقديم الحياة الكريمة اللي يستحقها كل مصري. كل مصري محتاج، في منطقة محتاجة، فقيرة، عشوائية، كان طلبه موجود عنده في كل مكان في جمهورية مصر العربية. يمكن زمان قوي في أزمنة بعيدة كان البعيد عن العين بعيد عن القلب، النهاردة مصر كلها، القريب والبعيد، ما فيش حد بعيد النهاردة، كله جوه العين وجوه القلب وعلى الرأس من فوق. خلينا نستعرض مع حضراتكم إنفوجرافي إنجازات تمت على مدار 5 سنين فاتوا، نشوف الإنفوجراف ونرجع تاني نكمل الكلام.
على مدى 5 سنين زي ما شفنا انجازات كبيره جدا، وفكره الوصول لعمق الريف المصري، وسياده الرئيس دايما كان ياكد على ان بناء الانسان هو اهم حاجه، التنميه المستدامه في حياه الناس في كل المحافظات هي مؤسسه حياه كريمه. زي ما احنا شايفين اللحوم اللي مؤخرا في اخر فعاليه كانت بتوزع بشكل جميل جدا باسعار مخفضه جدا للناس الاولى بالدعم، دعم المقبلين على الزواج، فكره يا ايمان برضو نشر الوعي كمان، الستات اللي بتكشف كشف مبكر عن السرطان، الوقايه وصحه الانسان من اولى اولويات الحقيقه الدوله، وحياه كريمه. طبعا احنا لما نعمل استثمار في مصر، اهم استثمار هو الاستثمار في الانسان المصري. ولو عملنا استثمارات ومشاريع لازم الانسان هو اللي يحافظ عليها بعد كده، فلازم يكون مؤهل ان هو يحافظ عليها، لازم يكون حاسس ان هو متشاف، لازم يكون حاسس وعارف ومتاكد ان احتياجاته اولويه بالنسبه للدوله المصريه. حياه كريمه مش مجرد مبادره، حياه كريمه مع الوقت طلع وخرج عنها مجموعه كبيره جدا من المبادرات، لان هي شجعت الناس كلها اللي قادرة ان هي تبتدي تبادر وتحس بدورها وتطلع بمسؤوليتها في هذا الوطن، ان هي تقدم وان هي تبدأ وان هي تشتغل. كانت مبادرة حياة كريمة مش مجرد مبادرة يا جماعة، مبادرة حياة كريمة دي اسلوب حياة. المبادرة مش المصرية، مبادرة مصرية عالمية، لانه في دول تانية بدأت ان هي تقلدنا بالفعل وتعمل مبادرات مشابهة، كل في مجاله في مكانه حسب احتياجات المواطنين هناك. المبادرة دي تمت الإشادة بيها في محافل دولية من الأمم المتحدة، من الاتحاد الأوروبي. طلع المبادرة دي من رحم مصر، من مبادرة حياة كريمة مظلة لعدد كبير جدا من المبادرات. صدقوني لن يتسع الوقت أن أنا أعدها لحضراتكم. الحمد لله أن احنا ماشيين بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح لصالح كل المصريين وكل بمعنى كل. والنهارده طبعا مننا ومن فريق البرنامج عايزين نقول شكرا لكل حد شارك صحيح في مؤسسه صحيح حياه كريمه. صحيح، كل اللي شارك من الشباب اللي نزل العمل الميداني الحقيقه، وعايزين نفرق ما بين يعني مبادره حياه كريمه للريف المصري ومؤسسه حياه كريمه اللي بنحتفل بيها النهارده بمرور 5 سنين على انشائها، اللي شغاله في العمل الميداني على ارض الواقع طول الوقت في 19 اكتوبر من 2019. فيعني احنا الحقيقه بينزلوا للناس بيشوفوا احتياجاتهم، شفنا احنا شايفين معانا في الانفوجراف او في الراشز كده الاسكان اللي معمول للشباب في كل مكان. احنا نزلنا كمان بكاميرا البرنامج انا وانتي الحقيقه الاسمرات يا ايمان، فاكره؟ يعني شفنا ملاعب طبعاً. يعني الاسره المتوسطه ما كانتش تقدر ان هي تشترك في نوادي او تلعب او تطلع المواهب بتاعتها في يعني حياه كامله متكامله على ارض الواقع. واول ثمار خرجت عن الملاعب والانديه والانشطه الرياضيه اللي بتتم هناك، كان في ابطال هنا شاركونا في البرنامج وبطلات نورونا هنا في البرنامج، حققوا ميداليات وحققوا بطولات وحققوا انجازات في مجال الرياضه، وفرحانين ان هم كانوا متشافين وان مجهودهم اتقدر وان هم الموهبه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لهم قدرت ايد مصريه ان هي تشوفها وتراعيها وتكبرها وتنميها لحد ما حققوا اللي بيحلموا بيه واللي نفسهم فيه. الاحلام بقت حقيقه، وحياه كريمه مره تانيه هي اسلوب حياه، هي مش مجرد مبادره ليها عمر افتراضي، لا دي بقت اسلوب حياه، مبادره مصريه بايد مصريه على ارض مصريه لكل المصريين. لما بنقول ان حياه كريمه واحده من اهم واكبر المبادرات الانسانيه في حياه مصر والمصريين، مش مجرد كلام وبس، لا حقيقه في ارقام وفي نتائج ملموسه على ارض الواقع، زي مثلا ملف التعليم، زي ملف الصحه، زي الاغاثات العاجله والحالات الانسانيه الكتيره اللي كنا بنسلط الضوء عليها دايما هنا من خلال برنامجنا ستات ما عرفوش يكذبوا، وكان على قائمه اولوياتها الاهتمام بالصحه. الست المصريه في كل شبر في مصر بيوصل لها حياة كريمة لحد عندها لأنها أولى بالرعاية. احنا معانا تقرير عن مبادرة حياة كريمة في الأسكندرية لدعم صحة المرأة والكشف عن أورام الثدي، خاصة ان احنا في شهر التوعية بمرض السرطان أو سرطان الثدي. تعالوا نروح نشوف التقرير اللي معانا ونرجع لحضراتكم.
شهر اكتوبر احنا عاملين هنا في المؤسسه اكتوبر الوردي مبادره صحه المراه للكشف عن الاورام. دي طبعا مبادره احنا كلنا بنحتاجوها في كل الاحياء، فبدانا هنا في مكتبه اسكندريه بالمبادره دي. من امبارح موجودين من الساعه 9 الصبح، بدانا الساعه 10، كل المتطوعين بدات تتوجه. من بقالنا 3 ايام بنحضر للموضوع في المؤسسه قبل بدء امبارح. الحمد لله عاملين تارجت حلو قوي في الموضوع ده، لان الناس طبعا لما توفر 3 عربيات، عربية منهم صحة والكشف وفحص ثدي، وناس اصلا نزلت النهارده وامبارح بتشكر الموضوع ده، بتشكر بتقول لك احنا عملنا فحص بره ما كانش بالمنظر ده. الحقيقه في اقبال كبير من المواطنين الحمد لله النهارده، وبدا الكشف عليهم. والحقيقه انا دوري النهارده كمسؤول متابعه تنظيم وتاهيل المواطنين للتوزيع على غرف الكشف بشكل منظم بشكل منسق، بحيث ان احنا نقدر يعدي على كل مرحله من مراحل الكشف بطريقه منظمه ومنسقه. احنا لينا دور توعوي، لينا دور تنظيمي، لينا دور ان احنا نقدر نبلغ الابلاغ، كفايه ابلغ الناس ان في ناس تبقى قاعده في بيوتها في مناطق شعبيه ما تبقاش عارفه ان في مبادرات زي دي موجوده، فاحنا بنقدر نبلغ الناس ومن خلال البلاغ. في ناس مهتمه جدا ان هي تيجي تكشف، في ناس بتروح تكشف في مستشفيات بره فما بتبقاش معاها مقدره ان هي تعمل اشعه الماموجرام حتى بره، فهنا وقدرنا موجوده في حياه كريمه ووزاره الصحه قدر يوفر لنا المبادره دي. من خلالها قدرنا ان في كشف، في اشعه الماموجرام موجوده. التنظيم هنا الحمد لله على اكمل وجه، النهارده اليوم الثاني وان شاء الله بكره اليوم الثالث، وباذن الله احنا مستمرين معاهم لحد ما يوصلوا لبر الامان ان شاء الله باذن الله. احنا اي حد بيخش عندنا الوحده بنديله توعيه، يعني احنا دورنا كثقافه صحيه اي مريض بيدخل لنا الوحده بنبتدي نتكلم معاه او نتكلم مع السيده نقول لها الخدمات الموجوده، بنعرفها المرض مثلا وان هي لازم تعمل الكشف المبكر ده، لان هي دي حاجه مهمه جدا، لان اي حاجه في بدايتها بتبقى صغيره ولو اكتشفناها بيبقى ليها علاج ويبقى كان زي اي دور برد عادي تمام، انما لو حاجه اتاخرت وكتلها في مرحله متاخره ده يعني بدي مضاعفات اكتر طبعا. يعني احنا موجودين النهارده كمتطوعين حياه كريمه بننظم دخول السيدات للمبادره، والحمد لله رب العالمين يعني السير بتاع العمليات كلنا يعني منظمين مع بعض، كل واحد بيقوم بدوره. مثلا انا بكتب الاسامي وبدخل سيدات، وبعد كده مثلا زميل ليا بيستلم وبعد كده يكمل على تكميل المراحل. مؤسسه حياه كريمه سباقه دايما ان هي بتنظم كل مبادره تخص الست المصريه، زي المبادره اللي هي ورانا ديت اللي احنا شغاله دلوقتي، دي مبادره جميله الكشف المبكر عن سرطان الثدي. انا كان دوري مع مؤسسه حياه كريمه الاورجنايزيشن اللي احنا بننظم العمليه، عمليه التسجيل والريجستريشن، عمليه طلوع السيدات نزولهم، اجراءات بس ايه اللي احنا ايه بنعمل فاسيلتي للدخول والطلوع. جيت خدوا مننا البيانات وكده والبطايق، وجت سالتنا يعني في حاجات بتحسي بيها يعني وكده، فكشفت علينا والحمد لله تمام، ما فيش اي حاجه، ومبادره حلوه الصراحه الحمد لله. عرفت عنها طبعا من التلفزيون ومن الرعايات وكده والرعايات الصحيه، فانا جيت حبيت اعملها، وبصراحه سياده الرئيس بصراحه موفر لنا مبادرات ياما قوي وحياه كريمه، ففي حاجات يعني ومهتم بينا عامه يعني، فاحنا من يعني من دكاتره وكده عرفنا ازاي نحمي نفسنا برضو ونحمي اطفالنا بعد كده، وعرفنا الطعام الغذائي ليهم ونحافظ عليهم ازاي وكده، فالفضل يرجع بصراحه لسياده الرئيس والدكاتره بصراحه اللي وراه المبادره الجميله دي. داخل محافظة الإسكندرية كانت هذه اللقاءات لدعم صحة المرأة، وبداية جديدة للمبادرات المستمرة من خلال المبادرات الرئاسية وحياة كريمة أيضا للكشف المبكر عن الأورام السرطانية وأورام الثدي والإطمئنان عن المرأة المصرية. سي بي سي أحمد يعقوب. زي ما شفنا كده عجبني قوي السلوجن اللي مكتوب على السيارة اللي هي المجهزة لرعاية السيدات والإجراء الكشف عليهن، علشان الست تتأكد مجانا، كل حاجة مجانا من أول الكشف مرة واثنين وثلاثة لو عايزة تتأكد، لحد الإجراءات، لحد الفحوصات، لحد التحاليل، لو لا قدر الله احتاجت حاجة، كل شيء على نفقة الدولة. مع العلم أقل تحليل في التحاليل دي صدقوني بتكلف ألوفات مؤلفة، لو في أي بلد تانية الست هتمشي المشوار ده بس من باب الاطمئنان على نفسها
لا دي ميزانيه، ميزانيه بيت بحاله. فاذا ده مدعوم من الدوله يبقى نقول شكرا للدوله اللي بتحافظ على الست المصريه. والجمله اللي عجبتني قوي، الست المصريه هي صحه مصر. بنقول انه الام مدرسه، اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. اعددتها مش بس انك تعلمها وتنورها وتفهمها وتبقى مدركه للي بيحصل حواليها، لا لازم تبقى صحتها كويسه وحلوه وعافيه عشان تعرف تربي، عشان تعرف تتكلم، عشان تعرف تهاتي ورا العيال، يعني ابسط حاجه، عشان تعرف تطلع لنا جيل هي صحيحه، تطلع جيل من الاصحاء بدنيا وذهنيا ونفسيا. الجيل ده علشان مصر وعشان خاطر مستقبل مصر اللي هي الام الكبيره. الحقيقة ده نتاج، اللي بيحصل ده نتاج سنين عمل، يعني طبعا. ما يبقى في 5 سنين غيرتي الوعي الجمعي للأم اللي كانت بتقول لك لا أنا خاف أكشف أحسن يطلع في حاجة، لا بلاش عشان لو عرفت أنا بقى هترعب، بقى في وعي كويس قوي. اشتغلت المؤسسة حياة كريمة على وعي الأم، وهي فعلا هي الأسرة المصرية كلها، هي اللي شايلة الأسرة الحقيقة أكتر من الرجال، سامحونا يعني. يعني تعمل مجهود مع الولاد، لازم عندها صحة. فكرة يعني احنا الاول كان في نوع من يعني نقول ايه، على قد ما ست تعليمها بسيط، على قد ما بتخاف وهي وخايفه تقدم على حاجه او تقرا حاجه او تعرف عن حاجه. النهارده بقى في طفره كبيره جدا في الوعي عند النساء الحقيقه، بفضل مؤسسه حياه كريمه وشبابنا اللي طول الوقت بينزل بالعربيات في كل مكان وفي كل المحافظات عشان ينشر الوعي ده. الدافع دايما لكل الشباب المحترم وكل ايد ساعدت في المبادرات الكتيره قوي تحت مظله حياه كريمه، كل حد بيتحرك بمنتهى الود وبمنتهى الحب والصدق والاخلاص. فحقيقه كل التحيه لكل القائمين على المبادره، من اول سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اطلق المبادره، مبادره حياه كريمه، لحد أصغر حد سنا وليس مقاما شارك في المبادرة دي. الحقيقة إحنا معانا كمان دلوقتي تقرير من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. التقرير ده الحقيقة من في إيجابية كبيرة. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي احتفل بأول إنتاج للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة. الإنتاج ده كان عبارة عن تصنيع ملابس جاهزة، وده جزء من حرص الصندوق على تقديم خدمات ما بعد العلاج ودعم برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين للحد من الانتكاسة. يعني تخيلوا هذا الشخص كان مدمن مخدرات، كان مصيره مجهول، مستقبله ضايع، صحته معدومة، أسرته ممكن تكون تخلت عنه. في ناس بتعمل كده. النهاردة هو أصبح عضو عامل في المجتمع المصري، أصبح فرد منتج، أصبح ليه حقوق وعليه واجبات. طبعا خلينا نروح نشوف اللي حصل ونرجع تاني نتكلم. الحقيقة فكرة الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين دي فكرة في غاية الأهمية. علاج الإدمان لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لا يعتمد فقط على العلاج الطبي، ولكن بيكون فيه تأهيل نفسي وتأهيل اجتماعي، والحقيقة كمان التمكين الاقتصادي ده بالنسبة لنا في غاية الأهمية. بدأنا الحقيقة أن يبقى فيه وحدات إنتاجية داخل مراكز العزيمة لعلاج الإدمان، من خلالها بندرب المتعافين على مهن بيحتاجها سوق العمل، وفي نفس الوقت بنبدا ان احنا كمان بعض المتعافين بنديلهم قروض لدعم مشروعاتهم الصغيره. النهارده احنا فخورين ان احنا في اول معرض لمنتجات المتعافين من الادمان، والحقيقه معانا النهارده بنك الكسه، ولازم اوجه لهم كل التحيه والتقدير. ودي يمكن خطوه رائده بداناها في احد المراكز، لكن ان شاء الله يتم تعميمها خلال الفترات القادمه. احنا النهارده زي ما انتم حضراتكم مشرفينا، يعني بنشهد باكوره انتاج يعني اهم عمل مبادره بايدينا للمتعافين. المنتجات اللي انتم حضراتكم شاهدتوها النهارده على الطبيعه دي منتجات صنعت بايدي المتعافين داخل مراكز العزيمه التابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي، منتجات من تصنيع الملابس الجاهزه. احنا يمكن مراكز العزيمه التابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي تتميز من نوعها يمكن على مستوى الشرق الاوسط، ان هي بس ما بتقتصرش على تقديم الخدمات العلاجيه لمرضى الادمان فقط، سواء سحب المخدر من المريض، ولكن برضو عندنا بتمتد الى خدمات الدعم النفسي
وايضا كمان التمكين الاقتصادي. احنا بندرب المتعافين على حرف بيحتاجها سوق العمل لداخل ورش تدريب بالمراكز التابعه للصندوق، والحقيقه بينتجوا العديد من المنتجات زي النهارده منتجات تصنيع الملابس الجاهزه، ايضا كمان بندربهم على صيانه التبريدات، التبريد والتكييف وصيانه المحمول وكتير من اللي هي الحرف المهنيه اللي بيحتاجها سوق العمل. هي الفكره بتاعه المبادره بدات معانا احنا من بنك الكساء من 2017. احنا من 2017 بدانا نعمل وحدات انتاجيه في بعض الجمعيات القاعديه في المحافظات مصر كلها. عندنا حوالي دلوقتي 14 وحده انتاجيه شغاله، بنوفر لها المكان، بندرب السيدات في الجمعيات دي، بنبدا نوفر لهم اقمشه وبعد كده يصنعوها على الموديلات اللي احنا عاوزينها وناخدها تاني. المكان اللي انا واقف فيه ده دلوقتي دي حاجات انا عاملها انا واصحابي، انا ماليش دعوه بمهنه الخياطه اصلا، انا كنت بشتغل سواق. مهنه الخياطه دي انا اتعلمتها عن طريق صندوق مكافحه علاج الادمان، جابوا لنا مدرب على مستوى عالي جدا، دربنا لمده شهرين بالظبط لغايه اما اتعلمت الكلام دوت. اتعلمته بقى بصراحه، علمنا كل حاجه عن من اول القماش ازاي برسمه وازاي بقصه، ازاي باخد المقاسات، ازاي ان انا بعمل منتج. الحمد لله مبطل في مركز العزيمه سنه واربع شهور، ربنا كرمني وخدت التدريب بتاع الخياطه، قعدت شهرين بتدرب والحمد لله بدانا ان احنا ننتج ونطلع انتاج زي ما حضرتك شايفه كده، شنط وتيشيرتات وعبهات، وباذن الله يعني الموضوع هيبقى اكبر من كده بكتير وهنبدا نطلع كميات اكتر من كده. لما قررت ان انا ابطل كده لقيت ايد بتتمدلي من غير اي مقابل، ساعدوني خلوني بقيت انسان منتج في الحياه، اتعلمت ازاي اعمل عبايه وازاي اعمل تيشيرت، ازاي ابقى انا بني ادم منتج في الحياه. حضراتكم من جديد، وعندنا كده بورصة عايزين نتكلم عنه الحقيقة، يعني فكرة ان احنا بنحتاج وقت قد ايه علشان ناخد قرار. طبعا دي حاجة نسبية وبتختلف من شخص للتاني، بس مؤخرا في ظل التكنولوجيا السريعة والمتطورة الناس على تيك توك الحقيقة أطلقوا تحدي جديد، وهو ان شهر اكتوبر يكون شهر اتخاذ القرارات الحاسمة، وانك لو عايز تاخد قرار حاسم سواء في شغل او جواز او علاقات لازم تاخده الشهر ده، وده لان شهر اكتوبر بداية يعني بداية تغيير الجو شوية ما بين الصيف والشتاء، فالناس قالوا نخلي شهر اكتوبر بداية جديدة وان الشخص ياخد قرارات جديدة وحاسمة. بس زي اي حاجة ترند مفيش حد بيتفق عليها، في ناس كتير بتختلف وتتفق، وفي ناس طلعت وهجمت الترند ده وقالت ان التحدي ده بيمثل عبء نفسي على اي شخص قرر يشارك في الترند، وانه لو فشل في اتخاذ اي قرار هيمر بحالة صعبة او احباط واكتئاب كبير جدا. مش عارفه راي ايمان ايه، ست كل انزلي بالراي النهارده وبالامثله. بصي، هو لو حد اتهور هيتعور، وخصوصا احنا داخلين دخله شتاء، والشتاء في بعض الناس بيجي لها اكتئاب شويه من الاجواء بتاعه الشتاء، فمش طالبه ان احنا نقضي الشتاء مكتئبين بسبب ان احنا اتهورنا فتعورنا في قرار مصيري احنا ما درسناهوش بس عشان نلحق الترند او نلحق الشهر ده. ما يمكن الشهر ده بالنسبه لي مش مناسب مثلا. يعني في قرارات مصيريه يا منى زي الشغل وزي الجواز وزي حاجات كتير في حياتنا محتاجه دراسه، محتاجه تاني، وفي التاني السلامه لازم ندرسها كويس ونبنيها صح علشان ما ناخدش قرار غلط، لانه في بعض القرارات بيبقى تمنها ايامنا اللي جايه كلها. وانت بداتي بمثال حلو قوي، يعني تهور اتعور. يعني في ستات كتير زي ما تقولي عليها دي اللي هي مثلا المدارس، السفر، الحاجات المصيريه في حياتنا ما ينفعش ناخدها شخص واحد ياخدها، حتى قرار الجواز يا منى كلها بالظبط. يعني انا مثلا في فتره دراسه او خطوبه بيني وبين واحد، فانا عشان الحق الترند اروح من غير ما ادرسه كويس اتجوزه. كام ست دفعت حياتها كلها بجد، وانا ما بهزرش وعارفه انا بقولي كويس قوي بجد،
دفعت حياتها كلها ثمن الاختيار غلط والعدم دراسة وتسرع، وان هي كان في علامات قدامها ما انتبهتش ليها، وكانت مجرد ان هي عايزة تلحق القطر قبل ما يفوتها. طب ما القطر يفوتك احسن ما يدوس عليكي. طب بس هرسك. قرار زي ده يعني هتاخده لوحدها ولا محتاجة بقى تلم العيلة وعيلة العيلة؟ كونسلتوا العيلة ده معروف. طب ما بيأثروا فيها برضه، يمين شمال تتلخبط. هل الشخص بنفسه هو اللي لازم يقرر هيكمل حياته مع الشخص ده، ولا برضه بياخد في عين الاعتبار اراء المقربين منه اللي بيحبوه وخايفين عليه؟ مراية الحب ما بتشوفش كل التفاصيل، فانت محتاجه يعني. انا بشوف، انا واحده من الناس بقول يا ريتني سمعت كلام اهلي وكلام اصحابي وكلام الناس القريبين مني لما في بعض المواقف او في بعض القرارات في حياتي قالوا لي بلاش كده او بلاش كده، فانا ساعتها مشيت ورا ايه؟ بس هتقولك ورا القلوب، القلوب اللي بتطلع من العينين دي. هتقولي النصيحه، هتقول لك بحبه يا ماما، هاخده واغيره خلاص بقى براحتي. لا ما حدش بيتغير. الحاجات بقى الغريبه اللي بتحصل دي، ما احنا طول الوقت بنقول الاختيار مهم، وبرك لاولادك بيبدا من اول ما بتختاري لهم اب او انت تختار لهم ام صالحه، ده البر بيبدا من هنا. بعد كده هيحصل اي مشاكل هو الاختيار، يعني كله مبني على الاختيار سواء. في واحده صاحبتي يا منى مره قالت لي انا حاسه ان انا غلطت في حق اولادي ان انا اتجوزت هذا الشخص اللي جه عليهم وظلمهم وكان بخيل معاهم وكان ما بيتقيش ربنا لا فيا ولا فيهم. طيب محتاجين الاب الحقيقي والسند. طب وانت ايه رايك دلوقتي؟ قالت لي انا امبارح قعدت معاهم وقلت لهم انا اسفه، انا اعتذرت لهم ان انا اسأت الاختيار وان هم دفعوا معايا جزء من الثمن. طبعا لانه هو ما حدش بيختار ابوه يعني. اللي قدامه بقى مسؤولية. لازم كمان يبره ويبقى كويس معاه حتى لو الاب ده مقصر او مش بيلعب دور الابوه بشكل كويس. وانه الاب لازم يبر ولاده قبل ما يطلب برهم بعد كده، لانه في بر الاباء للابناء الاول اللي هيترتب عليه بر الابناء بعد كده. محدش يجي، اصل انا بشوف ساعات اب او ام يقول له ايه انا هدعي عليك وانا دعوتي مستجابه. لا لا والله، ما الامور ما بتمشيش كده. على حسب انت بريت ولادك قد ايه، فهم ومش منتظر شيء على فكره، ان دي حاجه ربنا بس هو اللي بيقدر يحددها، وهو والبر ده رزق على فكره، زيه زي الفلوس، زي الرزق بر الولاد ده. لكن فيها امور تانية بقى يا منمن انا هقول للناس اتهوروا فيها ارجوكوا، ورطوا نفسكوا. زي فكرة ان انا قررت مثلا ان انا اعيش حياة صحية، قررت العب رياضة، قررت اغير اسلوب حياتي وابطل كسل، قررت ان انا ابدأ مشروع جديد. ورط نفسك حياة. عشان تقرر تكمل. يعني ورط نفسك في قرار من النوعية دي بقى. الحاجات البوزيتيف دي. ورطي نفسك. يعني مجازفة في حاجة ممكن، بس تبقى مجازفة محسوبة شوية. يعني مثلا انا عمالة حاجة عمالة اجلها ومكسلة عليها، واقول طب لما ادرسها كويس، طب لما اشوف مشروع مثلا صغير. الخوف من الفشل ساعات بيخلي الواحد يقدم رجله ويأخر رجله. ما هو الفشل اول خطوة للنجاح، ما احنا لو ما فشلناش مش هننجح. يعني ما خلينا اتكلم عن نفسي، ما ينفعش اتكلم عن حد. ما انا عشان النهارده اكون ناجحه في مجال معين او في مكان معين، طب انا فشلت كم مره قبل كده؟ في اخفاقات، ولكن ما نقولش فشل. الفشل ده اصله اخر المطاف. بالظبط يعني كده. ده موضوع كبير، موضوع الفشل. ما حدش حوار معاك يا ايمان، والله وحشتني يا منى، والله وحشتني قعدتك الحلوه. سبت الكل وحشتني والله العظيم. اهو ده رزق، اهو ده رزق مثلا يعني. حبيبتي انت اللي رزق. النهارده بقى كتير ما بنقولش حواديت الحقيقه. يلا بقى اتفضلي بقى، مستنيين ست الكل بتنزل بالامثله الشعبيه اللي توجع القلب. لا ليه، ربنا يسعد قلب الناس كلها، بس والنبي نختار صح. البنوته بعتها بتقول ايه؟ انا مخطوبه من 6 شهور، خطيبي لما بيجي مش بيدخل علينا بحاجه، ممكن كل شهر كده يجيب لي حاجات حلوه، انت جايب هدايا لبنت اختك، بس مع ان ظروفه كويسه جدا. هو بيتكلم في الفلوس كتير قوي، وكل حاجة يفضل يسألني جايبة دي بكام ومنين. حصل كذا موقف وقت الخطوبة في المصاريف، فضل يقولي لا دي غالية ودي ملهاش لازمة. فأنا هنا بدأت أنتبه يعني. بس هو في الأعياد بيجيب لي هدايا. أنا مش عارفة هل سؤال المتكرر عن الفلوس دي علامة من علامات البخل، ولا إيه الحكاية؟ مش عارفة يعني. هي قادرة يعني زي ما بتعدي بيهم مواقف وأعياد بيجيب هدايا. طيب الهدية دي تقدر في تعرفي منها هو بخيل ولا لا؟ خارجين مع أخواتكم أو مع الأهل وبيعزمكم في حاجة، بيدور على أسعار الحاجة الأول. وده على فكرة مش عيب لو هو على قد حاله يعني. أنا بشوف أنه لو راجل حريص ومش مصرف، لأنه عايز مرتبه يكفيه ويكفي خطيبته وخروجات مع خطيبته، يبقى برضو راجل عاقل جدا. النهاردة
الحياة صعبة وغالية على كل الناس في العالم كله. الاقتصاد يعني الدنيا فيها أزمات، الناس بتفكر قبل ما تجيب كيلو فاكهة أو بتجيب حلويات أو بتاع. فالنهاردة يعني ممكن يبقى معذور يا إيمان لو كان دخله محدود على قده، لكن مش يبقى مليونير وبخلفية أو بيبص في الحاجة اللي أنا نفسي فيها مثلا قبل ما يجيبها، لا برضو يعني لا ما بين الإسراف والتقطير يعني في شعرة. هو في بعض البخلاء بيسموا نفسهم يقول لك لا أنا مش بخيل أنا حريص. لا بس أنت بخيل، يقول لك لا أنا حريص. تعرفي إزاي بقى يا ست الكل بقى؟ بصي يعني أول حاجة بخيل. عشان تعرفي إن هو بخيل، أول حاجة إن هو يقعد يتكلم عن إن هو شخص كريم. كريم ما بيتكلمش عن نفسه كتير. ويتكلم عن كرم وكرم أهله. وعن ان هم بياكلوا ايه وبيشربوا ايه وبيلبسوا ازاي وبيروحوا فين، ده احنا جايبين حاجات بمش عارفه قد كذا ايه. فاقلقي. تاني حاجه هو هنا استخدم اسلوب الانكار. لو لاحظتي وصفه دايم للناس ان هم ده فلان ده بخيل قوي، يا ده غريب، ويقعد يستنكر. فهو هنا بيقيس رد فعلها تجاه هذا الشخص اللي هو بيتكلم عنه. كمان من علامات البخل ان هو طبعا هدايا قليله جدا. ويجي في حاجات مثلا زي عيد الحب يستخدم كلام من نوعيه ايه، ما جبتليش هديه ليه مثلا، احنا كل يوم في حياتنا حب، يعني هنحتفل بقى بكل يوم، اللي هو الكلام مش بفلوس بقى. مش مشكله. هو ضحك عليها كده بالكلام الحلو بالظبط، هو كده ضحك عليها. كمان ان هو ما بيهتمش بالمناسبات السنويه، وتبتدي في لحظه دفع الفلوس دايما في اي مكان تبتدي تلاقي عيني اصفر وعرق ونبره صوته اتغيرت وترعش شويه، اعراض غريبه جدا بتظهر عليه وهو بيدفع الفلوس دايما في اي حاجه. ما على حسب يا ايمان، يمكن ما هيكمل الشهر ازاي يعني يجيب هدايا. هي تقدر تعرف بقى، ما هي تعرف مستوى عيلته، ما هي الزيارات المتكرره من العيلتين. لا برضه طبعا الدراسه لو شاب بيبني نفسه هيعتمد على بابا انه يديله بقى كريدت كارد ولا مش عارفه يصرف فين وفين. برضه ممكن في ولاد عندهم عزه ما يحبش ان هو يخرج مع خطيبته كل شويه ماما هاتي بابا هاتي، يعني برضه لازم هي تبقى مراعيه الحته دي. صحيح، هو ما يحبش بقى ينزل معاها وهي بتشتري حاجات، يقول لها اعتمدي على نفسك مثلا. يعني في شويه تفاصيل كده. ادرسي الموضوع كويس، لان صدقيني البخل من أسوأ الصفات اللي ممكن تكون في راجل. اما لو هو امكانياته محدوده وفلوسه على قده فلا، ده احنا نراعيه. لو هو راجل زين زي ما بيقولوا، لا ده انت تقفي جنبه وتاخدي بايده وتبنوا بيتكم مع بعض. صحيح. لان هو لو راجل كويس حقيقي يستاهل التضحيه، مش كل راجل يستاهل التضحيه. صحيح. مش كل حاجه كمان الفلوس، ومش كل راجل. عندنا ايه النهارده؟ النهارده ميعاد فقرتنا، فقره جمعيه البر والطاقه، وضيفنا فيها دكتور يسري عزام امام وخطيب جامع عمرو بن العاص، هيكلمنا عن اعمال الخير اللي تقوم بها الجمعيه ان شاء الله. وطبعا الفقره دي هتكون مع زميلتي العزيزه الجميله منى عبد الغني. وعندنا كمان بمناسبه ان احنا النهارده بنحتفل بمرور 5 سنوات على مؤسسه حياه كريمه، هنعرف عن قرب ايه اللي قدمته حياة كريمة للمصريين في كل المجالات على كل المستويات في كل حتة فيك يا مصر. ضيفتنا فيها هتكون يوستينا ثروت، وهي عضو مجلس أمناء حياة كريمة. آخر فقراتنا هيكون لقاء خاص مع الفنان والنجم محمد يوسف أوزو بعد تألقه مؤخرا في عدة أعمال فنية جميلة. نتكلم عن القوة الناعمة في مصر والفن، ونسيبكم على خير كده فاصل سريع ونبدأ أولى فقراتنا إن شاء الله. لسه مكملين حلقتنا مع حضراتكم ستات ما عرفوش يكذبوا. والحقيقة أنه حياة كريمة ما كانتش مجرد مؤسسة بناء وبس، لا، ولا مؤسسة إحلال مرافق أو تمهيد طرق وبس، لا، إنما كانت مؤسسة غير مسبوقة في كل شيء لتغيير شكل الحياة بالكامل. كانت أول مؤسسة من نوعها. الفقرة دي هنتكلم عن 5 سنوات من العمل الدؤوب المخلص اللي فيه اجتهاد وفيه صدق وفيه محبة من المصريين للمصريين. 5 سنوات مرت من عمر مؤسسة حياة كريمة. هنعرف ازاي قدرت مؤسسة حياة كريمة انها تغير شكل حياة اهالينا وحبايبنا على كل المستويات في محاور مختلفة في كل مكان في جمهورية مصر العربية. هنعرف ازاي المؤسسة دي كانت شاملة كاملة متكاملة علشان توصل بجودة الحياة لمستوى يليق بحقوق المواطن المصري في حياة كريمة.
خلينا في البداية نرحب بضيفتنا الكريمة أستاذة يوستينا ثروت، عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، هتكلمنا أكتر عن تفاصيل. أهلا بيكي منورانا خطوة أهلاً عزيزة. أهلا بيكي. وكل سنة وانتم طيبين ومجتهدين ووطنيين ودايما بتسعوا لما فيه الخير لمصر وللمصريين. وانتم طيبين. شكرا. وطبعا منورانا استاذه يوستينا، وبنشكرك على المجهود، بنشكركم على المجهود بمؤسسه حياه كريمه. بس في البدايه خلينا نعرف نفرق ما بين مؤسسه حياه كريمه كمؤسسه مجتمع مدني وما بين مبادره حياه كريمه لتنميه الريف المصري. في البدايه طبعا بحب ارحب بحضراتكم، وشكرا جدا على ان انتوا دايما معانا وفي ظهرنا ودايما بتعملوا سبوت لايت كده للحاجات اللي احنا بنعملها ومجهودنا على الارض، فشكرا لحضراتكم. في البدايه برضو احنا كمؤسسه حياه كريمه كانت بدايتها المشروع القومي حياه كريمه، مجموعه من شباب البرنامج الرئاسي بدا يفكر في الفكره ويشتغل عليها وينزل يعمل رصد للمجهود على الارض ويقدر يشوف الدنيا ماشيه ازاي، وكان نابع من فكرة ان احنا عايزين كل واحد فينا يغير من بلده ويغير من طبيعة العيشة على الارض وطبيعة الناس، ولانهم كلنا جايين من خلفيات كلنا حاسين بالمعاناة بتاعت الشعب المصري على الارض. فبدأنا نشتغل على المشروع القومي وبدأنا نعرضه، فطبعا لقى دعم كبير من سيادة الرئيس وبدأ يحوله المشروع القومي. تضافرت فيه كل الجهود بتاعت الدولة والمجتمع المدني والوزارات المعنية وكافة المجتمعات سواء كانت هيئات خاصة ولا هيئات حكومية، وبدأنا يبقى فيه شغل حقيقي على الأرض وتطوير على الأرض. اكتشفنا بعد كده او بدأنا نشتغل بعد كده على فكرة الإطار القانوني لوجودنا عامل ازاي، فبدأ ينشأ ويتم إطلاق مؤسسة حياة كريمة. النهاردة بنحتفل بمرور 5 سنوات على إنشائها. قدرنا من خلالها نفكر إزاي نغير حياة الشعب المصري ونغير حياة 60 مليون مواطن على الأرض بشكل مختلف. نحاول نعزز مظلة الحماية الاجتماعية، نحاول نعمل دعم للعدالة الاجتماعية على الأرض، نطور عن طريق مبادرات مختلفة يكون هدفها الأساسي تكون يعني مبادرة مختلفة يكون هدفها الأساسي هو دعم المواطن بطريقة أو بأخرى، ونخليه عامل منتج على الأرض يقدر يخدم بلده بعد كده. شبابنا المصري شباب يفرح، وانت واحدة من الشباب اللي شاركت بمنتهى الود والحب والإخلاص. خليني أقولك إن مؤسسة حياة كريمة كانت مستلهمة من وطنية كل شاب مصري وكل بنت مصرية وكل حد بيعيش على أرض الوطن الغالي، وكانت ملهمة لدول كتير على فكرة. بعض الدول أشادت بيها وبعض الدول قلدتها بطريقة أو بأخرى، فده كان جميل جدا. النهاردة احنا بنتكلم يوستينا على 5 سنين، عايز أعرف اللي اتحقق فيهم. يمكن الأرقام لغتها بتكون أسهل في أن احنا نوصل المجهود اللي حصل على الأرض للناس عشان تفهم حجم المجهود اللي تم. بعد مرور 5 سنين على حياة كريمة قدرنا نفيد أكتر من 31 مليون مصري على الأرض بطرق مختلفة، سواء كان على مستوى التمكين الاقتصادي، سواء كان على مستوى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق دعم المواطن المصري بكراتين غذائية أو بلحوم. النهاردة بنحتفل بإطلاق 6 منافذ ثابتة في 6 محافظات مختلفة وخمسة بنتابعها معاكي وانت بتتكلمي. النهاردة 6 منافذ منافذ ثابتة بجانب 25 منفذ متحرك على حوالين محافظات مصر كلها. طيب المنافذ دي بتقدم ايه برضو عشان نوصل الصورة للناس اقرب؟ بتقدم لحوم مدعمة وبتقدم فراخ مدعمة، كلها بصراحة يعني بجهود مشتركة ما بيننا وما بين الموردين على الأرض، وكمان بيقوم بإدارة الموضوع متطوعين على الأرض في كافة محافظات الجمهورية. عددهم قد ايه؟ عدد المتطوعين احنا بنتكلم في عدد متطوعين المؤسسه كلها اكتر من 45,000 متطوع على الارض، بس اللي مشغلين في الموضوع ده بس لا طبعا مئات المتطوعين لكل لكل منفذ واحد بنتكلم على. لا انا بتكلم عن عدد المتطوعين في مؤسسه حياه كريمه كلها. 45,000 متطوع. 45,000 متطوع في مؤسسه حياه كريمه. انت قلتي بكلامك كمان استاذ يوستينا انه 30 مليون لحد دلوقتي، يعني احنا استفادوا اكتر بكتير من 30 مليون واحنا بنستهدف 60، يعني احنا ان شاء الله ما شاء الله عاملين في الـ5 سنين دي
50% وشغالين على ارض الواقع. في منها مثلا زواج البنات بالزبط. والكفالات اللي بتعملها المؤسسه، كلمينا عنها برضو. احنا من خلال المؤسسه وطبعا من خلال قطاعاتها المختلفه بنخدم فئات مختلفه من كافه الفئات المستحقه والاكثر استحقاقا في الكره. بنخدم المرأة المعيلة عن طريق مشاريع تمكين اقتصادي، عن طريق توعية، عن طريق آخرهم كان إطلاق برنامج سكر البيوت اللي بيقوم به قطاع التمكين الاقتصادي عندنا، وده طبعا واحد من ضمن برامج التدريب والتأهيل، وده لخدمة السيدات المرأة المعيلة. أغلبيتهم يعني في جزء منهم كمان كان من محاربات سرطان، وجزء منهم كان من ذوي المرأة ذوي الإعاقة ولية أمر لشخص ذوي إعاقة. يعني محاربة ومنتجة في نفس الوقت بالظبط. يعني تحدي كبير بالعكس جدا. احنا كانت قصصهم ملهمة جدا مش بس على مستوى الشخصي لينا احنا كناس شغالة معاهم في المجال على بشكل مباشر، ولكن على كافة الأصعدة والمستويات. كان فعلا كل قصة كل ست منهم قصة ملهمة قوي. لو هتكلم عن قطاع الحالات الإنسانية، فإحنا بنعمل تزويج تسهيل لزواج فتيات يتيمات وأخرى يعني. والفكرة في الموضوع إن إحنا بنحاول نقدم المساعدة بشكل مبتكر علشان يضمن استدامة المساعدة نفسها للشخص للمستفيد. فلو انا هتكلم عن زواج اليتيمات، فانا بعمل قبل الزواج دوره صغيره وليكن يوم واحد بس، دي بتبقى توعيه لي ازاي يعني ايه زواج ويعني ايه المشاكل اللي بتمر بيها الفتيات على الارض في اول سنه جواز. ده جميل جدا يا استاذه يوسينا. انا عايزه اقول لك ان انتوا بتشتغلوا بتوازي وليس بتوالي. انتوا في عندكم السوشيال ميديا شغاله بتدور على اي حاله، اي استغاثه على السوشيال ميديا، اي حد تعبان، اي حد محتاج، وبسرعه بيتم التواصل معاه وبتساله كويس واستقصاء مظبوط عن الحاله وعن صدق الحاله، لانه في ناس ساعات بتطلع تكتب كلام مش حقيقي، وبتبتدوا تتواصلوا معاها وبتقوموا باللازم. خلينا اديلك مثال. يعني كان في بنوته كانت طالعه سيده، هي كانت وزنها 214 كيلو، طبعا ده بيعوقها ان هي تمارس حياتها بشكل طبيعي. على الفور تم التواصل معاها بعد ما عرضت استغاثه واتدخلت فورا. طب ما تيجي نشوف، خلينا نشوف اللي تم. بالنسبه لحالتي انا كنت بعاني من سمنه مفرطه جدا بسبب هرمونات الغده الدرقيه، وتوجهت لحياة كريمة وجم نظروا في حالتي وعملوا لي بحث، وبناء عليه مشي الموضوع تدريجي وبقوا بيتواصلوا معايا باستمرار وقدموا لي ان انا اعمل عملية في المستشفى. وجيت هنا لقيت اهتمام غير طبيعي بالنسبة لحالتي، واهتمام الدكاترة وطقم الدكاترة كامل، الفريق الطبي كله بصراحة قعدوا أهلوني شهر قبل العملية بالنسبة لنظام غذائي وبالنسبة لعلاج طبيعي وتمارين بحيث إن ما يحصلش مضاعفات أثناء العملية. ولقيت بجد رعاية فوق ما كنت متخيلة واهتمام فوق اللازم، وده كله يرجع الفضل لربنا سبحانه وتعالى والقائمين على حياة كريمة. وأنا دلوقتي عملت العملية، عملية تكميم المعدة، والحمد لله رب العالمين. احمد ربنا انا طلعت من العمليه وبسلامه وبصحتي كويسه، واحمد ربنا واشكر الدكتور مصطفى القاضي اللي قام لي بالعمليه والفريق الطبي اللي معاه، وبشكر كل القائمين على حياه كريمه وربنا يبارك فيهم يا رب. زي ما شفنا يعني الاهتمام بصحة المواطن، يعني دي حالة يعني تتدرس، لأنه بره يقولك ده تجميل، لكن لما هي استغاثت بمؤسسة حياة كريمة الحقيقة زي ما حضرتك قلتي بنعزز مظلة الحماية الاجتماعية دلوقتي بالزبط. النفسية والصحية من كل جانب الحقيقة بالزبط. كلمين عن الحالة دي. في قطاع الحالات الإنسانية احنا بيتم التواصل مع الحالات بشكل مباشر وبشكل يومي، يمكن على مدار 24 ساعة بنشوف الحالات كلها محتاجة ايه، ومش بس فكره انها محتاجه ايه، لا ده كمان ايه انسب احتياج ليها. يعني ممكن يكون حد بيتصل عايز حاجات كتير، بس احنا بس الافضل اولويات بالظبط. ممكن اولويه وممكن حاجه يكون هو مش طالبها احنا بننفذها، لاني احنا شايفين ان يعني بالحاجه دي لما اقدمها له انا بضمن بيها استدامه المساعده. صحيح. يعني لما هدخل هخرج، احنا دايما بنمشي بكونسبت واحد او مفهوم واحد،
اني لما ادخل للحاله واساعدها ما ادخلهاش تاني، لاني انا متاكده اني وانس ان انا مشيت من قدام الحاله بحل المشكله من جذورها. بحل مش بالظبط بحل المشكله، وما حدش هيدخل بعدي. يعني هيبقى صعب ان حد يدخل، يعني ما حدش هيتابع الحاله مثلا لمده سنتين على الاقل للسيده او للحاله المستفيد نفسه. فببقى انا متاكده اني لازم احل المشكله من جذورها، علشان انا عارفه كويس قوي ان هيبقى صعب التدخل فيما بعد، فلا انت مش هتحتاجي لنا بعد كده خالص. بس هي يمكن الرهان على صحه المصريين رهان كسبان واستثمار حقيقي بجد. لما بيكون في اي عضو في جسم الانسان مريض او تعبان بيتعب الجسم كله، صح. ولما بيكون في فرد في اي اسره تعبان صدقيني بيتعب الاسره كلها، صح. فاحنا هنا مش بس ان احنا بنساعد حاله اب او ام او ست او بنت او اي مكان، كل حد ليه حق ان هو يتعالج، لا انت بتساعدي اسره بحالها، بتشيلي من عليها عبء كبير جدا. بس الاهم من كده انت ازاي بتقدري توصلي للحالات؟ يعني لو شفنا استغاثه مثلا على السوشيال ميديا، او لو حد جه قدم عندكم، او حد جه طلب منكم بشكل مباشر يعني ان بيرسون، طب لا ازاي بتقدروا توصلوا للحالات؟ يعني حاله في كفر في نجع بعيده خالص في اقصى صعيد مصر مثلا او اقصى الشمال او هنا، بتوصلوا لها ازاي وبتنسقوا معاها ازاي؟ اوكي، احنا قنوات التواصل عندنا في المؤسسه اكتر من قناه، عشان نقدر نضمن ان احنا نوصل لكافه المستفيدين المحتاجين للمساعده، سواء كان عن طريق الفيسبوك. فاحنا عندنا صفحات طول الوقت بنخلي بالنا مين اللي بيقدم وبيتقدموا ازاي، او عن طريق الاتصالات التليفونيه سواء كان عن طريق الواتساب او عن طريق التليفون او في هوت لاين. في هوت لاين، مفيش هوت لاين يعني مفيش هوت لاين، ولكن في مكالمات تليفونيه طول الوقت، لان احنا لما بيتم التواصل مع الحاله مباشره ففورا تلاقي بقى الرقم التليفون بدا يتداول في المنطقه، فبيتصلوا تاني بالرقم او عن طريق العلاقات، يعني حد عارف حاله بيعرف حد في المؤسسه فبيتم التواصل معاها، او عن طريق ان الحاله بتتوجه مباشره سواء كانت للمقر المكاتب. احنا عندنا 28 مكتب حوالي محافظات الجمهوريه، او ان المتطوعين بتاعنا، احنا بنتكلم في 45,000 متطوع، فاحنا بنتكلم عن متطوع تقريبا في كل نجع في كل قريه، اكتر من متطوع كمان مش متطوع واحد. فطبعا صحيح. بيبقوا معروفين، يعني المتطوع اللي موجود في القريه اللي تبعنا او تبع حياه كريمه فهو بيبقى معروف في القريه كلها بسبب الحاجات اللي طول الوقت هو بيقدمها لاهل القريه. طب والتأكد من صدق او من استحقاق الحاله بيتم ازاي؟ بيحصل بشكل مباشر وبشكل دوري وبشكل يومي وفوري، وانس ان انا ببعت على طول للقطاع الميداني او للمتطوعين على الارض، وهم على طول بيتوجهوا للحاله. انا عايزه اقول لحضرتك ان في كمان حالات بتجيلنا مش بيجيلنا معاها اي بيانات، يعني بيجيلنا هي ساكنه في المكان الفلاني، الست اسمها كذا ساكنه في المكان ده لسه، يعني لسه من يومين يعني. الست اسمها كذا ساكنه في المكان الفلاني، عملوا مجهود دوروا عليها دوروا عليها بس. ففورا بنتوجه للحاجات دي، بيجيلنا كمان استغاثات دوريه فورا بننزل نشوف الاستغاثه دي صحيحه ولا لا. صحيح. بتبقى ساعات بتكون صحيحه وساعات بتكون سامحيني، بس بتكون شويه ليها علاقه استسهال شويه، يعني لما اكلمهم بقى يعملوا لي لا مش استسهال، ولكن هو بيمتهن الحاجه دي او هو عارف تحروا الناس الاصدق والاكثر احتياجا للحاجه من الناس. لو عروسه بتتاكدوا ازاي ان هي مستحقه وايه الاوراق اللي مطلوبه منها؟ ولو ما عندهاش فيسبوك بتدخل على الرقم الساخن مثلا 16711 بالظبط، بتساعدوها ازاي وبتتحروا عنها ازاي؟ بنتصل بيها مباشره وبنبدا بقى نشوف هي جوازها امتى. دي طبعا بتبقى اهم حاجه بالنسبه لنا، فكره انت جوازك هيبقى امتى عشان اقدر اوصل لها الاحتياجات بتاعتها. بتغطوها من كل الاجهزه اللي هي محتاجاها يعني؟ بنحاول على قدر الامكان. في حالات بس الاغلبيه بتكون اربع اجهزه ثلاث اجهزه كهربائيه اللي هي الاجهزه الاساسيه لاتمام الزواج. حلو قوي. بس لو طبعا في بعض الاستثناءات بتبقى مثلا عروسه يتيمه ملهاش حد خالص يصرف عليها فهي محتاجه كذا حاجه، دي تبقى طبعا استثناءات كده. ف يعني الحقيقه كنتوا بتقدموا ده في المؤسسه حياه كريمه بشكل كويس، فلانه في يعني اراده سياسيه ورا هذا. بحس ان انتوا داخلين بقلب احنا بس هنوصل ونبلغ، وبص تلاقي على طول على ارض الواقع في انجازات بتحصل. خمس سنين يعني ده عمر قصير قوي، لكن اتعمل فيه في شغل على ارض الواقع. خليني اقول لك ان هي خمس سنين حياه، يعني لما اقول خمس سنين حياه كريمه فهي مش خمس سنين، هي خمس سنين حياه بكل مفهوم الكلمه، ممتده فيها تنميه وفيها حياه فيها تنمية.
اهتمامية، حياة فيها توعية، حياة فيها مشاركة، حياة فيها شغف، حياة فيها بناء، حياة فيها مجهود وتعب مش بس من اشخاص ولكن من جيش كبير جدا على الارض. صحيح. كل همه ان هو يصحى من النوم علشان يحقق هدف واحد، وهي فكرة مساعدة الناس او تسديد احتياجات الله. الفئات المستحقة على الارض. في حاجة عايزة برضو أهايلايت، احنا كمان مش بس بندعم الأسرة بخصوص مريضة السمنة اللي كانت معروضة من شوية، ولكن احنا كمان عملنا لها الدعم النفسي الممكن. احنا عندنا قطاع كامل لفكرة الدعم النفسي ولذوي الإعاقة، بيقدم طول الوقت دعم لمدة نفسي. شهر حسب ما نعرف تقريبا، بعد لمدة شهر. لمدة شهر بالظبط. يعني ما زي ما بقول هي مش دعم صحي بس يا إيمان، ولكن كمان نفسيا ودعم المرأة بوجه عام. يعني احنا لسه اطلقنا من فترة، من 3 أسابيع فاتوا تقريبا، اول ابلكيشن على الموبايل اسمه تابس اند ستيبس، وده للمرأة للأم من اول يوم حمل ولحد الفترات الأمومة المبكرة. الله. الطفل بيكبر قدام عينيها، فبفيديوهات توعية مراجعة من قبل أطباء نفسيين، بفيديوهات دورية عن أهمية الرضاعة كمان الطبيعية، وإزاي كمان تتابع المراحل النمائية بتاعة الطفل علشان تتأكد أو تشوف إذا كان ابنها في الإطار الطبيعي أو ماشي في المستوى الطبيعي بتاعه ولا في مشكلة، فبالتالي أقدر أتوجه لطبيب. مش بس بتساعدوا يا يوستينا، أنتوا بتقدموا حالة من الوعي والإدراك للمواطن المصري اللي زمان. يعني يمكن كانت لسه منى بتقول كلمة عجبتني قوي النهاردة يا منى، لما كانت الست زمان تعرف ان هي عندها حاجة يعني مريضة كانت بتخاف، تخاف تروح تكشف، تقول لك بصي ده صندوق مقفول خليه مقفول بقفلته، وانا مش عايزة افتح على نفسي فتحة لا هتبهدل، انا اصلي لا لو عرفت هيجيني النهاردة بقاش الكلام ده. قصص الستات اللي تعالجت وتقدم لها كل الدعم، سواء دعم صحي او دعم نفسي بعد كده، وطلعت حكت حكايتها بمنتهى القوه وبمنتهى الفخر بنفسها، ان هي قدرت وان هي كانت قد التحدي وان هي اتغلبت على المرض، اصبحت ملهمه لست تانية ساهمت في وعيها وساهمت في ادراكها. فهنا انت بتعملي حاله عامه، بس اسمحي لي اقول لك ان الحاله العامه دي ما اتعملتش جوه مصر بس، ده انتم ما شاء الله نشاطكم امتد بره حدود جمهوريه مصر العربيه، وكانت من سنه اول قافله للاغاثه اخواتنا واهالينا في غزه، ويمكن انا كنت حاضره ده وشاهده ده. قافله ضخمه جدا عظيمه جدا خرجت من مؤسسه حياه كريمه النهارده، زي النهارده بالظبط في 2023، زي النهارده بالظبط. أيوة. في 2023 تم دخول اول شاحنه مصريه لغزه، ومتطوعين مؤسسه حياه كريمه ومتطوعين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، اللي من اول ما خدنا التكليف باني لازم ندعم اشقائنا في غزه، ففورا عملنا عربيات وقوافل، كانت حياه كريمه في المقدمه في الصداره، وكانت صحيح. بمشاركه ب 18 قافله 18 تريلا. أيوة. وقدرنا انه ندخل زي النهارده بالظبط. انا فاكره كويس لان انا يعني كنت في التغطيه الحقيقه في اليوم ده، قعدت فتره طويله وقاعده اتفرج على الشاشه واشوف الشباب واقفين عمالين مستنيين وعمالين يدعوا ربنا ان المعبر يفتح، واول ما المعبر فتح انا فاكره المشهد مش هنساه، شباب يعني سجدوا لربنا شكر. حياه كريمه والتحالف الوطني طبعا، ده مش بس متطوعين، احنا عندنا متطوعين، عندنا الاداره المركزيه، عندنا المدير التنفيذي بنفسها كانت موجودة هناك في أول بتتابع وبتشرف على دخول صحيح. القوافل لغزة ودعم أشقائنا في غزة. طبعا كان تعب كتير جدا جدا عليهم وعلى الفريق، سواء كان من المركزية أو متطوعين، قعدوا هناك بنتكلم في 10 أيام كاملين، الأطباء التمريض السواقين، وكان معنا كمان من مؤسسات أخرى طبعا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان معنا. فده كله كنا هناك قاعدين لمدة أكتر من 10 أيام نايمين في الشارع على الأرض في العراء، بس عشان خاطر نقدر ندعم أشقائنا في غزة. قدرنا لحد دلوقتي ندخل 600 شاحنة بأكتر ب 600 مليون جنيه. قدرنا نوفر لهم كمان عمليات توعية ونوعي كمان شبابنا هنا، من الشباب المصري والأطفال وشباب الجامعات صحيح. بفكرة القضية الفلسطينية وإزاي مصر بتدعم القضية الفلسطينية، وإزاي يعني إيه أهمية أن أنا أدخل شاحنات تدعم أشقائنا هناك في غزة بمواد غذائية، يعني ليه أعمل ده؟ لأني وقدرنا نعمل ده بفاعلية في الاستاد، شارك بيها أكتر من
حوالي 400 شاب وشابة وكتبوا رسائل حب وأخاء لأشقائنا في غزة، وكانت حاجة كبيرة جدا. مساندة برضو نفسية إنسانية جميلة. بالزبط. مش هننسى كمان مساندتكم لحادثة القطر اللي حصل في الشرقية، كنتوا أول ناس على طول تبادروا وتسرعوا يعني لإنقاذ المصابين، ونحن شايفين يعني على أرض الواقع طول الوقت أنتوا عاملين مجهود كبير جدا. تحبي تقولي لإيه للنهاردة ممكن ست البيت كمان أكتر اللي بتتفرج على حضرتك أستاذة يوستينا، إزاي تاخد حقوقها وتعرف تطلبها إزاي من مؤسسة حياة كريمة؟ يعني في ناس برضو ما بتعرفش الحقيقة تتواصل. كل اللي أنا هقوله لأي ست مصرية ولأي حد محتاج مساعدة، إحنا في ظهركم، إحنا موجودين عشان خاطركم ليل نهار، دايما طول الوقت بنشتغل بس عشان خاطر دعم اصحابنا واخواتنا واهالينا في كل حته في مصر. اول حاجه تعمليها تشوفي اقرب طريق تتواصلي بيه معانا، وفورا احنا احدى احد الطرق دي. طبعا انا عارفه ان بعد الفقره دي يوستينا يعني احنا خلاص يعني بالفعل بدات في رسائل تيجي، فاسمحي لي ان احنا هنحول لك على طول كل الحالات اللي هتجي لنا ان شاء الله. ويعني طبعا احنا يسعدنا ويشرفنا ان احنا طبعا منبر اعلامي، وده دورنا ان احنا نكون حلقه وصل ما بين المؤسسه الجميله المحترمه المصريه الاصيله دي وبين الشعب المصري اللي يستحق كل الخير اللي في الدنيا. وده شرف كبير لينا الحقيقه ان احنا نكون حلقه وصل. وحتى جات لنا حاله دلوقتي برضو على كمان على صفحتنا. طبعا الناس طالبين سقف وكده، فان شاء الله نكون همزه وصل بيننا وبين مؤسسه حياه. انا بس عايزه اقول حاجه كمان، ان مؤسسه حياه كريمه لما بدات كانت قويه وكانت مستلهمه من روح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيت ورا خطاه، هي خطاه ما شاء الله سريعه، فانتوا قدرتوا تحصلوا الخطوات دي بنفس الروح بنفس الجد بنفس الاجتهاد بنفس الاخلاص، والشجره دي خرج منها اذرع وفروع واثمرت. بالظبط. انت في كتير من الجمعيات اللي بدات ان هي بسرعه بتيجي عندكم عايزه تتعاون معاكم، جمعيات مصريه كتير صغيره في القرى وفي النجوع جت وعايزه تقدم وعايزه تساعد معاكم وعايزه تساهم معاكم. مظبوط. بالظبط كده. احنا مش هنقدر نعمل ده لوحدنا، بالعكس احنا علشان تعزيز الثقه عند المواطن المصري وتعزيز ثقلنا كمان على الارض، فاحنا مش بنقدر نعمل ده بس بالمتطوعين، ولكن ايضا بالجمعيات الشريكه وبالمؤسسات الشريكه الصغيره. صح. اللي بتكون جمعيات محليه بتيجي تطلب مننا ان هي تشارك معانا طبعا، فبنقدر نروح لها على طول، بناخد منها طبعا كافه الضمانات القانونيه ان احنا نبدا نتشارك مع بعض، وبنبدا على طول المساعده، لان هم كمان بيساعدونا في فكره الاستقصاء عن الحاله وكمان مساعده الحالات، وان هم يبعتوا لنا حالات. ده طبعا جزء كبير جدا من يعتبر قناه من قنوات وصول الحالات الينا. طبعا احنا بنشكرك جدا جدا، بنشكر كل الشباب اللي بيشتغلوا طبعا في مؤسسه حياه كريمه. كل سنه وانتم طيبين، عقبال 100 طيب. سنه من العمل التنموي الرائع على ارض الواقع. بنحييكي استاذه يوستينا ثروت، عضو مجلس امناء مؤسسه حياه كريمه. وبعد الفاصل نجمنا وضيفنا اللي مشرفنا النهارده النجم محمد يوسف اوزو بعد الفاصل. هاخد كام في الحلقة؟ مش بتدوا فلوس ووجبة كده ربع سمين مشكل مع طبق رز وسلطة؟ أنا الوحيد اللي طلعت للمجد في الأسانسير. يا عمي فرجيني إياها كلها. الصراحة يعني قال إنك الظاهر نسيت أنت مين وهو مين، وضحك ضحك المجاهدين عليك. تخيل يا مولاي رايح ازور صاحب عمر الخيام في السجن، يشتموني ويضربوني، فقلت اعمل ايه بقى؟ اجي لوزير السلطنه ياخد لي حقي ويذل بالزياره. بسبب وجودك في هذا العالم حيره صعبان، انت موجود في الدنيا دي عشان تزود صعبان حيره. يا ريتني ما عرفتك يا اخي. سام. ايوه يا بابا. اصحى يا حبيبي قربنا. هو انا نايم؟ انا مش نايم يا بابا. ما خلاص بقى، ما ده بينج بقى. الله، في ايه؟ لا خلاص، ما توريهم الفيديو احسن.
نجمنا زي ما شفنا كده موهوب من ساسه لراسه، اي دور بيعمله مهما كانت مساحته بيقدم فيه تمثيل واقعي وحقيقي وجميل وملموس، بيسيب فيه بصمه. الفتره اللي فاتت كانت فتره تالق ونجاح، ويضاف الى نجاحه الباهر في الحشاشين بدور صهبان البلان اللي كان فعلا محطه مهمه جدا في مسيرته الفنيه، وكل دور بيعمله بيطلع ترند لاكثر من سبب. يمكن اول الاسباب احساسه بالشخصيه واسلوب السهل الممتنع في الاداء. الفتره اللي فاتت دخل كمان فيلم جديد هنتكلم معاه عنه، وحصل مؤخرا على جايزه مهمه جدا من مهرجان لشبونه عن دوره في الفيلم القصير، واعماله اللي جايه ومشاريعه جديدة هنتكلم فيها. مش هطول عليكم، محمد يوسف اوزو اللي منورنا النهارده، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك ومبروك على الجوائز وبالتوفيق في اللي جاي. وانت يعني ما شاء الله مشوار حياتك جميل ومثمر. بس قبل ما اسالك اوزو جت منين، اسمح لي ان انا ابدي اندهاش كبير من الشبه اللي بينك وبين الفنان الراحل الكبير العظيم عزت العلي. حد قال لك غيري الكلام ده؟ لا، اول مره اسمعها الصراحه. انا دلوقتي قاعده بتفرج على الويلكم وبشوف المشاهد، سبحان الله. يعني انا ما اعرفش ده رايي، يا جماعه شاركوني برضو برايكم اذا انا شفت صح ولا لا. الاعمال القديمه فعلا من في اول شبه طبعا كبير ادالي وانت اول مره تقلي كده، يعني اول مره تقلي كده. طبعا شرف ليا طبعا. طبعا انت ليك بصمه ليك لوحدك وده، لا 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 لا. بس العفو يعني ده صوت حتى في صوت كده عميق. انت منورنا، ربنا يخليك. وعايز اعرف حكايه اوزو دي جت منين. والله اسم لزق فيا ساعه ما كنت في السياحه وفنادق. دخلت بعد كده الدالي، فطبعا محمد يوسف، فمحمد دي في مصر لو ندهنا محمد نص مصر هتبص بالظبط. ففجاه استاذ نور قال لي ايه، قال لي اسم اوزو ده حلو يعني خده. فقلت له يا استاذ نور هيفتكروني ابروسي ولا حاجه، ما انا ما وفي ناس فعلا بتفتكرك مش مصري على حقيقي. فكره شكلك كمان وكلمنا بقى محمد عن اللوك اللي انت داخل بيه ده، اكيد ده دور جديد، ده مش اللوك بتاعك. انا بحاول ان انا يعني كل دور اختلف في الشكل عن الدور اللي قبليه. ده هتعمل الدشاش؟ الدشاش مع استاذ سامح عبد العزيز وبطولته استاذ محمد سعد. اهلا وسهلا، ده هيبقى حاجه يعني نشوف كوميدي ولا اجتماعي تراجيدي؟ والله لا، هو مش فكره الكوميدي نفسها، هو فيلم يحتمل الاثنين يعني. بس هو في الاول وفي الاخر ليه مغزى، ليه مضمون. ان شاء الله ربنا يوفقنا في ده ان شاء الله بالتوفيق. ومعاك غير النجم محمد سعد، معاك زينه أعتقد. زينه استاذ باسم سمره، يعني الله. مجموعه كبيره جدا. الله يعني. الله الله، ده هيبقى حاجه. استاذ رشوان توفيق، الله يا حبيبي. ان شاء طبعاً. الله يبقى عمل جميل وموفق باذن الله يا رب. اللهم امين يا رب. انت دراستك كانت فنون مسرحيه؟ مظبوط. وفي نفس الوقت رحت درست سياحه وفنادق قبلها. يعني انت خلصت وبعدين رحت فنون مسرحيه؟ ولا كنت شغال مسرح في سياحه وفنادق كمان؟ فانت حابب بقى الموضوع من البدايه. كنت شغال في قصر ثقافه السابع، كنا بنعمل مسرحيات انا واستاذ تامر حسني اثنين مع بعض. كان هو بيعمل مع يعني جامعته، جامعه 6 اكتوبر، كان بيعمل مسرحيه اسمها اسطبل عنتر. أيوة. وانا بعمل المسرحيه تبع جامعه مصر اللي هي تبعنا، كان اسمها جميل. هو الاستاذ سامر جدا جميل جدا وفرندلي قوي مع الناس. بس انا يعني في لحظه ادراك كده بتيجي لاي حد النهارده فنان ممثل، بيجي له لحظه ادراك انا ممثل. اللحظه دي جات لك امتى؟ والله لسه ما جاتليش. لا يعني زمان عشان ايه اللي خلاك كل اللي عامله؟ والله لسه ما جاتليش. لا يعني ايه اللي خلاك تروح تتجه الاتجاه ده؟ ايه اذا انت حسيت او شفت في نفسك انك عندك منه يعني موجود في فن جواك؟ انا اقول لحضرتك بصراحه، اللحظه دي ممكن تيجي ساعات من واحنا صغيرين بصراحه شديده. انا كنت داخل سياحه وفنادق، فشاوروا لي على اوضه، قالوا لي ده فريق التمثيل. طبعا الرياضه انا بالنسبه لي انا دب قطبي ما بتحركش. فقالوا لي التمثيل هتخش تشارك فيه، هتاخد فيه 15 درجه او 20 درجه اعمال سنه. حلو ده. بس فرحت قعدت في اخر صف. حبا في التمثيل ولا عشان ال 15 درجه؟ حبا في عمل السنه. بس فالحمد لله ابتدى الموضوع يبتدي بعلاقتي بخشبه المسرح. يعني ده بدا من هنا. دقت بقى وعرفت طعم بقى التمثيل. فكره كمان ان انا عندي الايماجينيشن مفتوحة شويتين ثلاثة أربعة. ده بيخليني إن أنا يعني بفكر دايما وأنا بقرأ أي ورق في الشكل العام، بتخيل في التفاصيل في التفاصيل. فجأة ألاقي نفسي مثلا فتحت إن أنا
في رياكشن معين للشخصيه دي، في شكل معين للشخصيه دي، فجاه الايماجينيشن بيفتح، فهو حلو قوي بالنسبه للبني ادم اللي عنده ايماجينيشن. طيب مين اللي كان عايز الشهاده بتاعه الجامعه الاول وبعدين تروح فنون، ليه ما رحتش فنون مسرحيه على طول؟ ما كنتش اعرف، مع اني بيتي اقرب لفنون مسرحيه، بيني وبين فنون مسرحيه 3 دقايق. ما كنتش تعرف وعرفت وابتديت من جديد بقى. بالظبط بعد ما خلصت يعني يعني الله يرحمها استاذه سعاد كفافي كانت هي اللي شافتني، ف قالت لي يا ريت تكمل في فنون مسرحيه. قالت لي انت ساكن فين؟ قلت لها جنب فنون مسرحيه. قالت لي طب قدم وانت ماشي. جات لك بقى الفرصه الكبيره مع استاذ نور وانت طالب في المعهد يعني. انت وانت في ثانيه؟ كنت طالع سنه ثانيه. طالع ثانيه؟ طب وايه ده عطلك بقى خدت ال ما انا اجلت الترم بقى يعني، خدت فنون مسرحيه خدتها في 6 سنين. احكي لنا عن الصوره دي بقى يا محمد اللي قبليها كمان كان في صوره ودي ده كان بدايه الدالي خالص، واحنا يعني لسه اوريدي بمؤتمر صحفي عشان قدر ايه. الله. واستاذ نور شافك ازاي؟ انت كنت طالب في المعهد يعني، مين حد من اساتذتك رشحك او من زمايلك؟ بص حضرتك، هو دايما ربنا بيبعت رساله ان مش مهم انت فين، اللي انا عايزه هعمله. جات لك فرصه، بس اكيد الواحد بيسال يعني هو مين اللي رشح، مين اللي دخلني؟ هقول لحضرتك الموضوع ببساطه شديده جدا. الموضوع دخل في عند ازاي؟ انا مكتئب جدا وقاعد في البيت، عدى عليا واحد صاحبي اسمه احمد الشرباجي، قال لي تعالى ده نور الشريف عامل مقابله في مسرح قصر النيل. فقلت له انا مسرح قصر النيل؟ قال لي لا المقابله خاصه يعني وهتلاقيها ايه الناس قليله. فروحت هناك سبحان الله لقيت المسرح مليان بشارع قصر النيل مليان. طبعا هو كان يحب يعمل اوديشن او يعمل يعني احنا خدنا ساعه كتير ونص عشان اوصل للراجل اكتب اسمي بس. فقعدنا في مسرح قصر النيل تحت مش فوق. وتعدي الكاميرا علينا نقول الاسم ورقم التليفون. فطبعا انا عملت المقابله دي وخارج متضايق جدا. يعني انا هروح فين في وسط العدد ده؟ ده اللي قلته لاحمد. قلت له يا احمد يعني الناس دي كلها من وسطها هتاخد انا؟ تاني يوم بيتصلوا ايه؟ الله الله. فهو سبحان الله فعليا دايما كل ما احاول ان انا اسيب المجال، انا حاولت اسيبه كذا مره صراحه يعني. لان الفكره نفسها الاستمراريه في المجال دي ممكن يكون اللايف ستايل بتاعي مش مناسب للمجال. انت قلت انا فكرت اسيب المجال كذا مره، كذا مره، مع انه الناس شايفه ان انت موهوب وان لسه عندك كتير على فكره. ايه الاسباب اللي كانت بتخليك تسيب كل مره، وايه الاسباب اللي خليتك ترجع؟ الموضوع بمنتهى الصراحة هو مش منوط بفكرة ان انا مثلا ايه، كنت الاول عندي فكرة ان انا يتعرف بس ان انا ممثل موهوب او ممثل مثلا بعرف امثل كويس فهشتغل. فالموضوع كذا مرة ان انا مثلا اجي اعمل دور كويس جدا يعني لاختيار واحد. طبعا الدور ده انا اجتهدت فيه جدا لدرجة الناس مش مصدقة ان انا مصري. ايوه فعلا ناس كتير فاكرين كده. تاني سنه محدش بعت لي في حاجه، محدش رشحني في حاجه. فهو بالنسبه لي ده ما حصلش معايا. انا بكلم حضرتك مش في سنه او اتنين تلاته، 18 سنه. من الدالي 2005 2006. 18 سنه. امال جه امتى بقى التعاون مع نجم كبير احمد سقا وحرب؟ ده كان ترشيح. ده كان السنه اللي قبل اللي فاتت. السنة اللي قبل اللي فاتت جالي الترشيح بتاع الدور ده. مع طبعا نجم احمد السقا، كان اخراج استاذ احمد نادر جلال. نادر جلال يعني محطة مهمة جدا. فهو طبعا احنا ما نعرفش بعض، ففجأة بعد اول شوط قال لي انت كويس قوي، انت فين؟ قلت له في البيت موجود. فقال لا 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 مش للدرجة دي. فهو الفكرة كلها ان كذا حد يقول لي انت كويس جدا، دي شهادة جميلة، ده حلو جدا. بعد كده الموضوع انا ما اعرفش ليه يعني. ده اكيد خلق عندك حاله من عدم الاستقرار وان انت مش المفروض تعتمد على الفن بس. بالزبط. وبالتالي في حاجه تانية في حياتك انت بتعملها. بتعمل ايه تاني غير الفن؟ انا كل هواياتي متعلقه بالفن، بمعنى ان انا بعزف مزيكا. شفت لك انا فيديو انت بتلعب على بركشن. تيمباني او بركشن كده. بحب انا البركشن جدا يعني. دي غير ما عزفتش خالص احتراف يعني؟ لا يعني انا بالنسبه لي ده هوايتي، وفي نفس الوقت بدرب تمثيل. بحب ادرب تمثيل جدا ما شاء الله. الفكره كلها في حاجه، ان 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 الناس واخده القشور بتاعه الفن ومش واخده اللي حواليه. بمعنى
ان لازم الفنان عشان يتحول لاول لفنان لازم يتحوط بكل ما يخص الفن. المزيكا، الشعر، الغنى، الرقص، كل الحاجات دي زي ما المهندس بيحاوط نفسه بالبرامج، بالتصميمات، بالحاجات دي كلها. فهو انا بدرس التمثيل من منطلق اللي حواليه يعني. دايما فنان لازم شامل مش منفصل عن الحياه. فكره ان انا ما ينفعش ابقى ممثل ومش فاهم في الشعر يعني ليه؟ فكره مثلا ان انا ابقى ممثل ومش فاهم في الايقاع يعني. فكره مثلا ان حد بيغني فاهم يعني ايقاع. انتوا مش بتدرسوا ايقاع حركي عندكم وحاجات كده؟ وايقاع يعني ازاي الجسم يبقى مرن مع الكلام، مع الايقاع نفسه، فكرته في التمثيل، في التقطيع، في الشخصيه. هنا الايقاع يبقى عامل ازاي؟ فهنا تلاقي دايما الناس ايقاعها واحد، حزينه، فرحانه، متعصبه، دايما الايقاع واحد. ف المشكله كلها اللي انا بشوفها دلوقتي كانه مرض انتشر، فكره ان الناس كلها بتتكلم بسرعه. هو الموضوع مش كده، هو اختلاف شخصيات. في شخصيه متوتره بتتكلم بسرعه، في شخصيه هاديه الطباع بتتكلم بالراحه. فكل واحد في التمثيل كل واحد يقدر يلعب دور الشخصيه الثانيه عادي. بالظبط. وعشان كده في مدارس كتيره في التمثيل، واكيد انت بتستعين بده في الورش اللي بتقدمها. لكن انا هرجع بيك لورا شويتين ثلاثه. وانت صغير او كلنا واحنا صغيرين كان في السؤال المشهور، يا حبيبي عايز لما تكبر عايز تشتغل ايه؟ فاكيد اتسالت السؤال ده. كنت بتقول لهم ايه؟ انا كنت احلامي فكره ان انا يعني يبقى طيار، تمام، يا ظابط. دي كانت احلامي يعني. ما كانش في احلامي خلص فكره ان انا ابقى ممثل نهائي. فكره ان انا طيار دي جايه من حكايه، بس ان انا عايز اعرف البني ادم اللي بيسوق حاجه بيطيرها لفوق وبينزل بيها تاني في الارض ازاي. عندك شغف بيها جدا يعني فكره. يعني معنى كده ان انت شخص جريء جدا، لان مش نهائي. اي حد هيروح نهائي. الخطوه دي طلعيني الدور العاشر اقول يا غربتي. طب العزه. طب لو ما كنتش حاجه والواقع لو حاجة. ما كنتش مثلت كنت هتشتغل ايه؟ طيار او ظابط ولا فيها ممكن تاجر؟ تاجر. كنت هتبيع ايه؟ واحنا صغيرين والدتي كان عندها معرض موبيليا، كنت واقف فيه في البيع والشراء والحاجات دي كلها. انت عارف ده ومتعود على ده واكيد اتعلمت شويه مهارات برضو من ده. وصديقه والدتي كان عندها مصنع، كنت بنزل معاه معرض القاهره الدولي للسياحه والتسوق، كنت ببيع فيه. طب انا ممكن اسالك سؤال من بتوع الاتش ار؟ اتفضلي. شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ الله اعلم. تصوره ايه؟ واضح ان انت رباني جدا. جدا يعني الله ماشي اعلم. كده اتكل على الله. انا ممكن ارسم خطه ان انا عايز ونفسي والحاجات دي كلها. انا نفسي امثل بره. برا مصر؟ مش ان انا معترض على التمثيل هنا، لا، ان انا عايز انت عايز توصل للعالميه وده من حقك. انا شايف الممثل المصري لا يقل جوده عن اي ممثل بره نهائيا. طب كلمنا بقى عن استعدادك في الحشاشين، ولما جالك بقى صهبان البلان ده اللي هو الراجل بتاع عندهم اسمه ايه؟ الحمام. الحمام اللي بيحمم الناس. حمامات الثلاثه والحاجات دي. استعديت ازاي وما جالك الدور؟ استغربت شويه؟ نزلت بصيت شفت؟ طبعا. طبعا نزلت حمام في مصر القديمه ناحيه بولاق ابو العيله، نزلت 4 5 مرات عشان اشوف الشغلانه عامله ازاي. وابتدي اسال بقى والمراجع نفسها الحمام ده كان زمان عامل ازاي بالظبط. فهي الفكره كلها ان الواحد كل مطاله المده يعني الحشين كان المفروض نازل مش السنه اللي فاتت، السنه اللي قبليها. احكي لنا على الصوره دي، معانا صوره مهمه. ده كان استاذ كريم عبد العزيز، كان في رمضان كنا في برنامج فصورنا مع بعض. جميل جميل جدا. فاستعدت للشخصيه دي. وخلينا نقول هنطلع فاصل ونعرف كان في مشكله عندك كمان ان انت اتدربت على الخيل بس لما سافرت بقى مش عارفه فين. كازاخستان حصل بقى مشكله وجابوا لك خيول تانية. نشوف عملت ايه في المسلسل، بس نطلع فاصل سريع. لسه مكملين كلامنا مع النجم الجميل مشرفنا النهارده ومنورنا في الاستوديو محمد يوسف اوزو، وكنا بنتكلم في سؤال مهم جدا من منى عن الحشاشين وصهبان البلان اللي انت عملته في المسلسل. ناهيك عن الباروكه، معرفش دي كانت اختراع دكتور بيتر ميمي ولا ايه؟ حلقت راسك موش. مين اللي اقترح عليك الحكايه دي؟ دكتور بيتر.
دكتور بيتر عايز الشكل ده. قال انا عاجبني. وهو عجبنا فعلا الحقيقه. يلا كان مميز. نتكلم بقى في نقطه كازاخستان والخيل. انت قعدت تتدرب هنا كتير جدا جدا لمده قد ايه؟ ورحت اتصدمت بقى شهرين هنا ورحت اتصدمت ان هناك الخيل غير اللي انت متدرب عليه. بالزبط. بس انا مش سهل. عملت ايه؟ هو الخيل هناك مش طبيعي يعني. خيل صحته جامده. عايش في طبيعه في هواء نظيف جدا. يجري جبل يطلع ويروح نازل. الخيل هنا تعبانه. الخيل هنا موظفه شويه. ايه اللي حصل؟ فراكب خيل فالخيل نفسه خلاص هو من اول دقيقه بيعرف اللي راكب ده هو فاهم ولا لا. انه واحد غريب. بالظبط. فاول ما يعرف ان الراكب ده مش فاهم ما بيعبروش. ما بياخدش منه اوردر. بيعمل اللي في دماغه. فهو الخيل سابني خالص اعمل اللي انا عايزه. عايز امشي ما بيمشيش. عايز اقف ما بيقفش. هو بيروح ياكل. عملت ايه في المشاهد بتاعتك؟ ما هعمل ايه بقى؟ بحاول. قعدنا كذا مره لحد ما الحمد لله حن عليها. شايفين اهو الشخصيه جميله جدا. كل دي عندي حالق ومركب هنا حاجه؟ لا بركب اكستنشن شعر كده بيجي الناحيه دي. بس عايش بيه بقى لي 8 شهور. افتكرت انت فنان نبيل بدر؟ نبيل بدر طبعا. رأفت الهجان. طب انا عايزه اروح معاك مشوار قصتك الحلوه انت ومليكه. ومليكه انا عارفه بتقولك رايها في كل حاجه جدا. كانت قايله لك ايه على ال كاتش طياني؟ خافت منك؟ كاتش طياني. ايوه معانا. انت ازاي تسمح لهم يعملوا كده؟ مليكه دلوقتي قد كده ولا اكبر شويه؟ هي اكبر سن. عندها كام سنه؟ دلوقتي عندها 10. عندها 10. نحييها ونحيي زوجتك طبعا استاذه يسرى. طبعا. والجميل في الموضوع يا جماعه وهتحبوا كده محمد يوسف اكتر اكتر ان تعرف ان هي كمان بنت زوجتك. طبعا. يعني انت مش زوج ام؟ والله خالص. يعني انا لو كنت خلفت بنت مش احبها قد مليكه. بتقول ربنا بعتها لي. كم مره ربنا بعتها لي؟ كم مره مامتها بتقول لك انت مدلعها زياده؟ لا كتير على طول دايما. هو انا وهي حزب لوحدينا كده في البيت. يا سلام. انا وهي يمين مامتها. بتتفقوا على مامتها يعني؟ جدا. والله كتير. هي سامعانا دلوقتي ولا فيك سر كده ما تقولوش؟ لا 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 تمام. مفيش اسرار. ما قالتلكش مره خدني معاك مثلا لوكيشن عايزه امثل؟ خدتها معايا. خدتها معايا. حابه تمثل؟ إيه لا هي مش حابه انها تمثل. هي عايزه تغني. صوتها حلو؟ لا. احكي لنا بقى عن قصه الحب ويسرى. اتعرفتوا ازاي وانت كنت انت في اي مرحله من حياتك يعني؟ والله انا اعرف يسرى فعليا قبل ما نتجوز مثلا ب 11 سنه 12 سنه. يا ما كانش في فكره الجواز دي خالص. يعني اصدقاء يعني. هو فجاه جمعنا مشروع واحد. فهو الفكره كلها في الاوقات الشديده جدا بتعرف مين الـ 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 الانسان على معدنه الاصلي بقى. فلقيتها معدنة انها جدعه وواقفه في ظهري. انت كنت في شده؟ انا كنت في شده في المشروع ده جدا. تعرفوا بعض منين يا محمد؟ ايه؟ تعرفوا بعض منين اصلا؟ هي زميلتي في المعهد. في المعهد. وبعد كده اتقابلنا في مشروع جمعنا مشروع مسرح. فانا كنت في الوقت ده في شده. يعني فكره ان انا الموضوع كله مشاكل. فالوحيده اللي واقفه في ظهري سبورت هي كانت يسرى. الله. بالظبط. وقفت في ظهرك عشان هي جدعه ولا عشان هي كانت بتحبك ومش قايله؟ والله بصي اتس كومبليكيتد يعني. بصي ميكس ميكس. يعني فكره كلها يعني في حد ذاته الموضوع هو بدا معانا من هنا. وابتدينا الموضوع يتطور لحد ما وصل للجواز. فده كان يعني من احسن الحاجات اللي حصلت الحمد لله. من الصداقة اللي أدت لزواج عايزين نعرف بقى مين صديق محمد يوسف في الوسط الفني؟ والله أصدقاء كلهم أفاضل وجمال. نبتدي باللي جوه الوسط الفني. محمد عايز رزق، حمزة العيلي، أحمد ثابت. جمال كله. والرفعي ايه الاخبار؟ احمد الرفعي الناس طبعا بيشبهوك بيه وبيخلطوا بينك وبينه. طبعا في شبه. احمد الرفعي زميلي وزملاء في المعهد وصحاب جدا. وايضا الناس كانت فاكرينه مش مصري برضه. ومن ساعه المسرح بيتلخبطوا فينا. احمد موظف وانا مش موظف. فلاقي الموظف جاي بيقول لي الراتب المرتب نزل كده. المرتب لقى واحد جايب له لبسه. جايب له لبسي. ففي لخبطه من زمان. نعمل مع بعض مسرحيه. الناس تحييه على دوره وتحييني على دوره. شبهك اكتر من اخوك جدا يعني. حته العين دي جداً. انا كنت متلخبطه وتعرفت بقى ذاكرت وتعرفت. كل دور احنا عاملين افيه كده مشهور جدا. كل دور الناس يعني لو انا اللي عملته الناس تهنيه هو.
يا نهار ابيض. هو اللي عمل الناس تهانينا يعني. هو يعني دايما 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 الموضوع ده ماشي. ونفسي نفسي نفسي انا وهو ان احنا نطلع اخوات. الله. يعني في ادوار في الدراما اخوات. هو كمان ممثل مش طبيعي. هتبقى لقطه حلوه قوي. طب ما دي فكره لو في حد بقى مخرج دلوقتي شايفنا وانتاج ياريت. يعني انتوا تطلعوا اخوات جدا جدا. مساله مقنعه. يا ريت. هو بجد. بس برضو راجع ورايا موضوع الفنان القدير الراحل عزة العلايلي. واحنا هنعمل استفتاء يا جماعه، هو في شبه منه خصوصا في الادوار اللي احنا شفناها ولا لا؟ اقول لك اوزو بقى. اوزو باليتة الشغل او الافلام او المسلسلات الدراما اللي انت قدمتها، اعمال الفنيه عموما اللي انت قدمتها فيها الوان كتير قوي. ايه الالوان اللي انت شايف ان هي لسه ناقصه انت عايز عشان تكمل الباليت بتاعتك مظبوط؟ الالوان نفسك تعمل ايه؟ سايكو. سايكو دراما صعبه بس حلوه جدا. جدا. الادوار اللي هي المركبه، بمعنى اللي هو الشخصيه تبتدي مثلا سي ان هو كان طيب وبقى شرير او شرير وبقى طيب، فانت تبعد محتار فيه طول الوقت. لا، هو اللي هو فكره مش هحتار، هو فكره اقناع الجمهور بفكره ان انا مثلا يعني دايما بشوف ده في الدراما التركيه وما اعرفش ليه احنا ما بنعملوش هنا في مصر. حد يطلع شرير اللي هو انت كمشاهده تكرهي تتمني له ان هو يموت. بعد كده تحصل احداث هو نفس الشخص تتعاطف معاه لما تعرف خلفيه. تحبيه، يوصل موضوع للحب، انا بحبك وخلاص سامحتك على اللي فات. فنفسي اعمل الباليتا بتاعه الادوار دي، زائد فكره الادوار اللي هي فعلا بي بي بيسموها في ادوار مفقوده عندنا خالص. ادوار المواطن المتوسط، بمعنى فكره مثلا في تجربه جميله جدا انا بحبها. و في ذات مش فكره ذات ذات مثلا تمام. اللي هي فكره اللي هي التاريخ بتاع احداث الثمانينات والسبعينات واخر السبعينات والحاجات دي، الاسره المتوسطه دي الجميله طبعا. الاسره المتوسطه مختفيه من الدراما في العصر ده، يا اما بنجيب ناس في كومباوند يا اما بنجيب ناس في حاره. طب الناس اللي في النص فين؟ المدرس، الموظف، الحاجات دي اللي بتحس ان هو اخوك وابن عمك وما تقوليش ان هو موجود كلاين في الدراما. لا، انا عايز الدراما تبقى مبنيه عليه. عايز اعرف دلوقتي في العصر ده الطبقه المتوسطه عايشه ازاي. طب وكمان الشعبي الايجابي الشعبي اللي بيتقدم على فكره النموذج الاغلب بيبقى عشوائي مش شعبي. وفي اختلاف كبير ما بين النقطتين، العشوائيه والشعبي. العشوائيه، المنطقه العشوائيه غير المنطقه الشعبيه. المنطقه الشعبيه لا زالت تعترف بالاعراف. فكره ان في عرف وفي اصول لهجتها وقيمها بيحصل. زي مثلا ايه؟ شبرا ما ينفعش نقول عليها عشوائي. مالها شبرا؟ انا مش شبرا. دي شبرا ما بقول بنقول عليها شعبيه. اجدع ناس. ليه؟ في عرف. شبرا في عرف. تمام. السيده زينب نفس الموضوع. فهي الفكره كلها ان احنا ما ناخدش المثال بتاع فكره العشوائيه دي انها هي دي الشعبيه. طب وانت منين يا محمد؟ تربيت فين؟ انا من العمرانيه. يعني ده لسه دي طالعه. لكن لسه الوالد بقى، انا شفت لك صور مع الوالد وكده. الوالد منين بقى؟ من الوالد اصلا فلسطيني. وعاش طول عمره في الامارات ومات في الامارات واتدفن في الامارات. يا حبيبي رحمه الله عليك. الله يرحمه. انت في الاختيار ما رضيتش او استصعبت اللهجه العريشيه وعملتها سوري شويه شامي بالاتفاق مع دكتور بيتر ميمي؟ ما استصعبتهاش. امال ايه المشكله كانت فين؟ ما عجبتنيش. دي ازاي؟ دي ليها رنين وجرس حلو. يا صعبه. في فرق ان انا دلوقتي في نقطه بسيطه جدا. هو انا عايز دوري ده في الاول وفي الاخر اللي بقدمه يتفهم ولا ما يتفهمش؟ عشان الناس تفهم الكلام صح. طيب هل انا مثلا لما هاجي اتكلم بالبدوي العرايشي الناس هتفهم؟ لا، يبقى صعب. مش زي الصعيدي بالنسبه لنا. الصعيدي متعودين عليه. مش زي الشامي. الشامي اسهل. اسهل. وعشان كده الممثل الشامي دايما بيبقى سهل بالنسبه له يجي مصر يعمل صعيدي. صح. صحيح. لان هي اللغه نفسها ايقاعها عامل ازاي. الاكسون نفسها بتاعته بتبقى ممكن تتولف مع الصعيدي تطلع. فكان سهل عليا اجيب فيديوهات وراجعها وان انا اشوف الفيديو بيتكلموا ازاي واعرف ان انا انقح اللغه ان انا اتكلمها. فده كان بالنسبه لي انا بحب اعمل ده. نتمنى التوفيق في الدشاش ان شاء الله يا رب. والفيلم الجديد ونشوفك ونحتفي بيك بقى ان شاء الله بعد النجاح الكبير ده. شرفني ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا خطوه عزيزه. شرفني جدا. خلصنا كده؟ اتفضلي. خلصنا؟ هنروح. اتفضل. شكرا يا منمن. شكرا ليك، نورتنا. وشكرا لكل مشاهدينا، شافونا في حلقه النهارده. ان شاء الله حلقه جديده بكره من الستات ما يعرفوش يكذبوا. هتوحشونا لحد بكره.